الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. أهلا بكم، ونبدأ بأهم العناوين. في ختام فعاليات مؤتمر الشباب، الرئيس يصدر عددا من التوصيات من بينها تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة. مدبولي يرأس اليوم اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات المهمة. عشرات القتلى والجرحى في هجومين للحوثيين على مراكز للشرطة اليمنية في مدينة عدن. بكم. في ختام فعاليات مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من التوصيات، كان من أبرزها تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف الحكومة وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة مؤسسات الدولة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي. وخلال جلسة اسأل الرئيس ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب، أكد الرئيس السيسي أن الحكومة ستتقدم في الدورة القادمة للبرلمان بقانون الانتخابات المحلية. كما أعرب الرئيس عن أمله في أن يشارك الشباب في هذه الانتخابات بشكل كبير. لكن أنا أقدر أقول أن احنا من المفترض أن احنا الحكومة تتقدم بالقانون في الدورة أو الدورة القادمة للبرلمان، وبالتالي يخرج القانون اللي هينظم العمل طبقا للدستور الجديد، ثم تعقد الانتخابات المحلية. اللي أنا بتمنى إن احنا يعني احنا بنتكلم في أكتر من 50,000 54,000 تقريبا، يعني احنا بنتمنى إن النسبة الكبيرة من الشباب والشابات يبقوا موجودين ممثلين ناجحين بشكل كبير في الانتخابات القادمة، أكتر حتى من 25% اللي احنا بنتكلم فيه. يعني احنا إذا كنا بنتكلم في مثلا 50,000 كرقم، ممكن نقول إن الرقم ده يعني ده المنتظر، يعني أنا بقول رقم نقدر نحفظه، يبقى على الأقل في 12-13,000 على الأقل من الشباب
والشابات موجودين في المحليات القادمة. وأكد الرئيس أن الحكومة ستعمل في المستقبل القريب على زيادة عدد مؤتمرات الشباب خلال العام القادم. وخليني أقول لهم أن المؤتمر كفكرة وكمنصة للتواصل مع المصريين ومع الشباب بشكل كبير كان مقرر لها أنها تاخد يعني كنا حريصين على احنا نقول على الاقل من كل من شهرين لثلاث شهور ان احنا يعني نعقد مؤتمر زي اللي احنا موجودين فيه. لكن الحقيقه يعني الالتزامات اللي موجوده ويمكن بالذات في عام 2019 حجم الانشطه اللي الدوله مسؤوله عنها بما فيها رئاسه مصر للاتحاد الافريقي ما خلتناش نقدر نعمل ده طبقا للتخطيط يعني. لكن اتصور ان احنا بعد هذا العام يعني هنقدر نرجع لمعدلات اكتر من المعدلات اللي احنا نفذناها السنه دي. وكشف الرئيس انه بنهايه العام الحالي ستكون عمليه الاصلاح الاقتصادي قد اكتملت بحسب الخطه مع صندوق النقد الدولي، لكنه اكد عزم الحكومه مواصله الاصلاحات، مشيرا الى ان الفضل في نجاح هذه العمليه يرجع الى الشعب المصري الذي تحمل اعباءها. خلينا نقول الاول الاصلاح الاقتصادي هو يعني نهايه السنه دي ان شاء الله يكون المرحله اللي احنا موجودين فيها ديت تكون انتهت يعني. وزي ما انا بقول وباكد في كل مره نتكلم فيها على النجاح ده، النجاح ده اللي زي ما قلت كده كان ال يعني مش عايز اقول العامل الرئيسي لكن عايز اقول الحسم فيه كان للشعب المصري اللي تحمل ده. لكن ده هينتهي ان شاء الله على نهايه هذا العام، ويبقى احنا كده طبقا للخطه اللي احنا مصر حطتها والزمت نفسها بيها قدام يعني الصندوق يبقى انتهت. لكن ده مش معناه ان الموضوع انتهى يعني، وده امر ما اقصدش بيه ان انا اقلق الناس من حاجه، لكن اقصد اقول ان عمليه الاصلاح والتطوير ده عمليه مستمره لان الدنيا ما بتتوقفش ابدا، ولو توقفت ده يبقى فيه يعني ده يعني يحدث اشكاليه. واللي احنا شايفينه في بلدنا في كل القطاعات اللي بنتكلم فيها. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر سوف تشهد نقلة نوعية على المستويات الثقافية والفكرية والإنسانية، مؤكدا أن الحكومة ستتحرك في هذه المجالات بشكل قوي للغاية. أنا عايز أقول خلال السنتين ثلاثة اللي جايين فيما يخص الشق الثقافي والفكري والإنساني في مصر، مش بس على قد الإعلام، إحنا هتجدوا إن إحنا متحركين فيه بشكل قوي. مش هقول يساعدكم، لكن إحنا بناخد بالأسباب اللي تؤدي إلى إن إحنا نعمل نقلة حقيقية زي ما إحنا بنسعى في كل الملفات أو القطاعات في الفترة في السنتين ثلاثة اللي جايين إن شاء الله. كما تطرق الرئيس إلى الجانب الرياضي، حيث أشار إلى أن القدرة على الانتقاء والفرز يشكل بشكل جيد هو السبيل لتشكيل فريق كرة قدم ينافس على المستوى العالمي. هيستعمل فريق كرة قدم ينافس في العالم؟ ما تجيش على الجرح يا فندم. خلينا يعني مدام انتوا عايزين نتكلم تقدر. وكان وزير الشباب مش عارف موجود ولا لا، موجود. بقول له في ثلاث حاجات لينا كلنا في كل شغل، انك انت محتاج في الانتقاء والفرز لاي حاجه. لو انتقيت وعملت فرز كويس ثم قمت بعمليه تاهيل وتدريب كويس ثم بعد كده عملت تقييم كويس ومتابعه للي انت عملته ده تجيب نتائج هايله. عايز تجيب فريق كرة قدم كويس؟ مش ممكن تقول لي في ال 100 مليون مصري ما اقدرش اجيب 1000 شاب. لكن طب ايه الحكاية؟ آليات العمل بعافية.
وبشأن التوتر المتصاعد في منطقة الخليج، أكد الرئيس أن مصر تسعى لإيجاد حلول سياسية بعيدة عن العمل العسكري، مشددا على موقف مصر الثابت فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي العربي والأمن القومي لدول الخليج. إن احنا في منطقتنا هنا نسعى لإيجاد يعني حلول بعيدا عن العمل العسكري، واحنا لابد برضو نسجل موقفنا هنا كمصر. احنا بنقول دايما ان احنا عايزين ايجاد حلول، ولكن مع الحفاظ على ثوابت الامن القومي العربي والامن القومي لدول الخليج. ده اللي احنا بنأكده في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. نعم. جلسة حياة كريمة ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، أكد الرئيس السيسي أن مصر تحتاج على الأقل إلى 18 تريليون جنيه بشكل مستمر سنويا لحل كل المشكلات العالقة. أنت عايز 18 تريليون جنيه بشكل مستمر ومستقر لموازنة الدولة دي عشان تحل كل المسائل اللي تم طرحها. طب ده ممكن؟ ممكن، بس هياخد وقت. طب احنا رايحين له؟ ايوه ان شاء الله والله، بس هياخد جهد ووقت. كان من ضمن الجهد والوقت اللي احنا بنتكلم فيه الخطه بتاعت الاصلاح الاقتصادي، لانها كان الناس لو فضلنا ماشيين زي ما احنا كده، انا قلت امبارح الكلام دوت، كانت مصر هتخرب. كانت مصر في نوفمبر 16 هتخرب. طب تخرب ليه؟ لان احنا ما كناش معانا فلوس نجيب مستلزمات انتاج للمصانع. اصحاب المصانع هيستحملوا قد ايه معانا ويبقوا على عمال عندهم وهم مش قادرين يشغلوا المصانع؟ طب يبقى الناس تمشي، تتراكم العماله في الشوارع، تحصل ثوره تهد البلد دي.
وفي الجلسة الختامية كرم الرئيس السيسي عددا من النماذج الشابة المتميزة في مختلف المجالات، إضافة إلى تكريم أصحاب المواهب الغنائية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وجود قواعد لبيانات المواطنين سيمكن القيادة السياسية من معرفة أحوال المواطنين سواء ماديا أو صحيا. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في جلسة التحول الرقمي ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب. أنا عايز أقول بالقواعد البيانات اللي هتبقى موجودة، أنا هبقى مش محتاج إن حد يقدم لي طلب، أنا هقدر أشوف بحجم من الذكاء الصناعي حال الناس، مش حال الناس ماديا بس، حتى صحيا. هقدر اشوف مثلا في قريه من القرى، في قريه من القرى نتيجه ان بقت قواعد البيانات مكتمله على مستوى الدوله في كل شيء، في كل شيء اقدر اقول. صحح لي يا دكتور عمرو لو انا بقول كلام بعيد يعني. عفوا. طيب هقدر اشوف اقول ايه ده، انا حسيت او شفنا من خلال دراسة البيانات إن في المكان ده النمو الصحي للقرية دي أقل من القرى المجاورة. هناخد إجراء. قبل كده كنا عشان نعمل ده نعمل مسح كامل، والمسح ده ياخد وقت طويل وجهد كبير وتكلفة مالية. بقواعد البيانات طالما إن هي مستكملة محوكمة دقيقة، احنا هنقدر نشوف كل حاجة في مصر، مش عشان فقط لمكافحة الفساد، لا، لمساعدة الناس، لتسهيل حياتهم. يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومن المقرر أن يبحث المجلس خلال الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى. أكد اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج وصول أعداد حجاج جمهورية مصر العربية إلى 39,000 حاج، من بينهم 19,000 من بعثة القرعة، مؤكدا أن أحوال الجميع بخير.
كما أعلنت البعثة عن تقديم خدماتها التثقيفية والتوعوية للوقاية من الأمراض المعدية لأكثر من 15,000 حاج مصري. كما أشادت البعثة بنجاح عمليات التسكين والتفويج بفضل منظومة التسكين الآلي التي استحدثتها وزارة الداخلية لحجاج القرعة هذا العام. أكثر من 350 ندوة توعوية وتثقيفية و1033 زيارة لغرف الحجاج بمقر إقامتهم نظمتها الفرق الوقائية التابعة للبعثة الطبية المصرية بهدف رفع وعيهم الصحي خلال موسم الحج لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية والوبائية وضربات الشمس. لما بنعرف ان في فندق التفويج بتاعه بدا، الفريق الوقائي بيبدا عمله بالندوات التوعويه الاول. بعد المرضى ما بتخرج من المستشفيات او المرضى اللي بتيجي من المدينه لمكه، الفريق الوقائي بيبدا يتابع المرضى في الفنادق اللي هم قاعدين فيها وفي المساجد وفي اماكن تجمعهم. واحنا عندنا اختراط وعندنا بيانات كل الحجاج اللي كانوا في المدينه وتعرضوا لاي وعكه صحيه بنتابعهم هنا. في فريق بيطلع الغرف بيطمن عليهم، بيقول لهم اخباركم ايه، في حد بيشتكي من حاجه، بيقول لهم الاكل اللي عندكم ده خلي بالكم منه، ما تخلوهوش ما تحفظوهوش الا في الثلاجه، مفيش اكل يفضل بره. تاني حاجه الاكل اللي هتشتروه من بره لازم تاكلوه على طول ما تسيبوهوش. بنتابع العياده، بنشوف الامراض التشخيصات اللي موجوده علشان لو في لا قدر الله اي حاجه ناخد حذرنا وبنبتدي الخطوه الاولى على طول. كما يتم خلال الندوات التثقيفيه توزيع مطويات وكتيبات إرشادية ومسقط على الحجاج مع التأكيد بالتعرف على أعراض نزلة البرد والأمراض المعدية وكيفية التعامل معها وتجنبها. الخضار، يأكل فاكهة، يشرب مية كتير، يدي الجسم السوائل اللي بتحتاجها خلال فترة الحج. بندي له إرشادات اللي هو تخص الصحة العامة فيما يخص الزحام وطرق انتقال الأمراض المعدية. عاملين موجود في كل فندق في عيادة، بنهتم إن الحاج يقدر يوصل للعيادة من أي مكان في المنطقة عن طريق الإرشادات أو الملصقات. الرحمن من الحجاج المصريين أشادوا بالخدمات الطبية والوقائية التي تقدم لهم على مدار الساعة. اشربوا مية كتير وما تاكلوش أكل من بره، وكلوا في البيت وما تعودوش الشمس. قالوا لنا ما ناكلش حاجة من بره، ما ناكلش الأكل الباقي، وخلوا بالكم من نفسكم والبسوا الشماسي. امبارح كنت هنا عند الدكتور اللي في البعثة الطبية، أعطاني أحسن علاج وأعطاني أحسن إرشادات. والعلاج أخدينه كامل وكتر خيرهم. ماشيين على راحتنا وبص الصغار قبل الكبير. بالرغم من توافر الخدمة العلاجية المجودة بأماكن تواجد الحجاج المصريين، إلا أن الجانب الوقائي يعد أحد أهم أهداف البعثة الطبية المصرية من خلال برامج توعوية وإرشادية لتجنب الأمراض المعدية وضربات الشمس. فالوقاية خير من العلاج. محمد حلمي، النيل. سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية قبرص، وذلك خلال زيارته الحالية إلى قبرص. وقد أكدت رسالة الرئيس السيسي على أهمية الارتقاء بأواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين وما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان من نموذج يحتذى به للتعاون والتنسيق. من جانبه أكد الرئيس القبرصي اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة المتميزة مع مصر، مشددا على أهمية استمرار العمل نحو الاستفادة من الآفاق الواسعة للتعاون خلال الفترة المقبلة. قتل 32 شخصا على الأقل جراء انفجار تبنته ميليشيات الحوثي استهدف الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من قوات الحزام الأمني بمعسكر الجلاء في منطقة البريقة بمدينة عدن اليمنية. في الوقت نفسه قتل 3 من عناصر الشرطة في عدن وأصيب أكثر من 20 شخصا في هجوم آخر لميليشيا الحوثي استهدف مركز شرطة الشيخ عثمان بوسط عدن. عشرات القتلى والمصابين في هجومين داميين استفاقت عليهما مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن. الهجوم الأول استهدف معسكر الجلاء العسكرية التابع لقوات الحزم الأمني بسيارة مفخخة، ووقع خلف المنصة التي أقيم فيها حفل تخرج لقوات من الحزم الأمني بالمعسكر الواقع بمنطقة البريقة في عدن. ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تبنت الهجوم على معسكر الجلاء بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.
شهود عيان أفادوا بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار فور وقوعه لنقل الجرحى وجثث الضحايا، فيما أوضحت الصور الأولية أضرارا بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار. أما الهجوم الثاني فقد استهدف مخفرا للشرطة في حي الشيخ عثمان، وأسفر عن مقتل العميد منير اليافعي قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني في عدن، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة ومدنيين. وفي هذا الهجوم توجه المهاجم إلى بوابات مركز الشرطة قبل وقت قصير من تجمع العاملين في الصباح قبيل بدء العمل. مدينة عدن التي تقع جنوب اليمن تعد مقر الحكومة الشرعية التي تخوض حربا مع المتمردين الحوثيين منذ 5 سنوات. معنا المتابعة والتعليق السيد جمال براس مدير تحرير موقع اليمن العربي. سيد جمال، المعلومات المتوفرة لديك بشأن الانفجارين، أحدهما استهدف مخفرا للشرطة بصاروخ، واستهدف أيضا حفلة تخرج لقوات من الحزام الأمني، هذا الهجوم الآخر، كيف تقيم ذلك وماذا يتوفر لديك من تفاصيل أخرى؟ بالطبع الهجومين المتزامنين وبوسيلتين مختلفتين أعتقد أنه يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هناك تحالف بين الحوثيين و التنظيمات الإرهابية سواء كانت القاعدة أو داعش، وخاصة وأن الهجوم على مركز الشرطة يحمل بصمات داعش وجود انتحاري، وهذا ما صورته الكاميرات المحيطة بموقع الشرطة. هذا من جانب، ومن جانب آخر أيضا لابد أن نشير إلى أنه بعد هذه الهجومين لابد من تكاثف الجهود من الحكومة الشرعية، والتي تأخرت كثيرا عن إدراك جماعة الحوثيين ضمن الجماعات الإرهابية، وخاصة وأن كل البصمات التي تؤكد وجود تحالف بينهما البين. هذا من جانب. الجانب الآخر والمعلومات الأخيرة التي تشير إلى أنه التفجير الذي حدث في داخل ساحة العروض، في ساحة العرض الذي استهدف قوات الحزام الأمني، هو تفجير أتى لاستهداف القائد منير اليافعي المكنى بأبو اليمامة، وهو أحد القوات الذين واجهوا تنظيم القاعدة في محافظة أبين وحدد انتصارات كثيرة، ويعتقد لأنه تحرك من الموقع الذي كان يجلس فيه إلى موقع خلف المنصة لاستقبال عدد من الزوار، يعتقد لأنه كانت هناك شريحة مدسوسة بالقرب منه، وهو ما أدى إلى أن يتم إصابته إصابة مباشرة، وكان الصاروخ الموجه من الطائرة جاء مباشرة إليه، وهو ما يؤكد أن هناك اختراق أمني في داخل هذه القوات، وأيضاً اختراق أمني عندما تم استهداف الشيخ عثمان. أعتقد أن هذه الاختراقات الأمنية والتي سجلت أخيرا، وخاصة وأن سبق وأن تم استهداف ساحة العروض وقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في هذا الحادث قبل حوالي سنة في منطقة العند، أيضا بنفس الوسيلة وبنفس الطريقة، ولم يتم تم تعطيل الطائرات المدافعات الجوية في هذه الفترة، وهو ما أدى إلى وجود خسائر كبيرة. أعتقد أن الآن أعتقد لابد من مراجعة الإجراءات الأمنية بصورة كاملة، وأيضا مراجعة الأشخاص المندفين داخل صفوف الأمن والجيش، وخاصة وأن هناك العديد من حالات الاختراق والتي تؤكد أنه بالفعل هناك اختراق، وهو ما يؤخر النصر وأيضا ما يؤدي إلى سقوط المزيد من الشهداء، وهو أمر تتحمله بصورة خاصة الاستخبارات العسكرية في الوقت الحالي، وأيضا الجهات التي أهملت في هذا. نعم سيد جمال برص، شكرا جزيلا لك. أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن قوات الدعم السريع تباشر عملها في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غرب الخرطوم ضمن منظومة أمنية متجانسة، وشدد على أن قيادة قوات الدعم السريع لن تتوانى أو عن محاسبة من يتجاوز القانون والصلاحيات في كل مسؤوليات في كل مستوياتها. وكان المجلس العسكري في السودان قد أعلن توقيف 7 من قوات الدعم السريع تورطوا في أحداث مدينة الأبيض الاثنين الماضي، حيث جرت اشتباكات تخللت تظاهرة طلابية قتل فيها 6 أشخاص بينهم تلاميذ، وأصيب 20 آخرون من المدنيين، إضافة إلى 13 مصابا من قوات الدعم السريع والجيش والشرطة.
استشهد شاب فلسطيني من قطاع غزة فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال بزعم اجتيازه الشريط الحدودي شرقي القطاع واشتباكه مع الجنود وإصابته 3 منهم بإصابات متفاوتة. وزعم بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن الشاب الشهيد عبر الشريط الحدودي اشتبك مع الجنود مما دفع القوات إلى قصف موقع شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة وإغلاق عدة محاور بالمنطقة. وينضم إلينا من غزة السيد كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. دكتور كايد، يعني كيف تنظر إلى الأوضاع في قطاع غزة خصوصا بعد استشهاد الشاب الفلسطيني طبقا لرواية الجيش الإسرائيلي؟ يعني الأوضاع في القطاع لا زالت ترزح تحت الحصار رغم كل ما قيل عن إجراءات بإمكانها تخفيف ما يترتب على الحصار، وبالتالي الوضع في قطاع غزة ما زال مرهونا بالحصار الإسرائيلي وما يترتب عليه. ثم لا زال القطاع يعيش تحت وطأة التهديدات الإسرائيلية التي لا تتوقف عن إمكانية القيام بعمليات عسكرية إسرائيلية خاطفة وبإيذاء القطاع وسكانه أكثر من أي فترة سابقة. وبالتالي نحن أمام يعني حالة تؤشر إلى أن الأمور قد تنفجر في أي لحظة من اللحظات. نعم، أشكرك سيد كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تعقد اليوم جولة مشاورات جديدة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية بمدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان. وأفادت الخارجية الكازاخية بأن المشاركين سيعقدون اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة بشأن تطورات الأزمة السورية ووسائل التوصل لحلها. ومن المقرر أن تعقد غدا الجلسة العامة للإعلان عن نتائج المحادثات التي سيصدر عنها بيان مشترك للدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وتركيا وإيران. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية. لأنه شعب بطل وأصيل، علشان بلده بيضحي بيتحمل ويشيل، شعب متفرد. مصر النهارده بتبني، بتزرع، بتعمر، بتحصد نجاحات. خلال 5 سنين اللي فاتوا دايما كانوا بيضربوا المثل العظيم في كل شيء لاجل ما يوم يشوفها عاليه في السماء. الحكايه عمل واخلاص في العمل. مصر حققت ثالث أعلى نمو اقتصادي في العالم بمقدار 5.6%. الأمور الحمد لله رب العالمين تسير بشكل جيد في كل المجالات. كأفضل نمو يتحقق من 11 سنة. المصريين أرادوا بجد إن هم يغيروا الواقع بتاعهم. منظومة تحدي وعمل بتحقق كل حلم وأمل. ومع كل شمس جديدة بنسابق الزمن بتحدي وإصرار على النجاح. أبعث للمصريين بتحية تقدير واحترام واعتزاز. في كام سنة بتوصل مصر الكبيرة لمجدها، وكل ده بفضل شعب واعي عشقها وحبها. الشعب ده هو البطل. نتحول الآن لمتابعة أهم أخبار الاقتصاد منى في هذه الساعة. نعم أحمد، نتحول إلى الزميلة ميرفت المليجي. تفضلي ميرفت. شكرا منى وأحمد، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال في بانوراما النيل ونتابع فيها. استعدادا لأجازة عيد الأضحى المبارك، وزارة التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر أغسطس اليوم. We'll be right back.
أهلا بكم. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اعتبارا من اليوم صرف معاشات شهر أغسطس لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى الجمهورية. وقد أفادت الوزارة أنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس، في حين تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح اليوم 5 بدلا من اليوم 10 من شهر أغسطس لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك. تواصل مصر المضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ووصول الدعم إلى مستحقيه. وبحسب الخبراء العالميين فإن مصر قد نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعافي النمو وزيادة سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما ساعد في تحسين المناخ الاقتصادي. اتخذت مصر خطوات كبيرة نحو تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك باعتراف وإشادة جميع خبراء صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وبحسب البيان الصادر عن الصندوق وبعد صرف الشريحة الأخيرة، تكون مصر قد أكملت صرف القرض بقيمة 12 مليار دولار. بعد رحلة طويلة من خطة الإصلاح الاقتصادية التي نفذتها الدولة، أثنى صندوق النقد الدولي على التقدم الكبير الذي حققته مصر في استقرار الاقتصاد الكلي وتعافي النمو وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي. مصر نجحت في إصلاح هذا الملف بشكل كبير، خاصة بالنسبة لدعم الطاقة، نجحت في توصيل هذا الدعم لمستحقيه. في وقت من الأوقات كان يمكن 70% من الأغنياء هم اللي بيحصلوا على الدعم، 40% من الأغنياء بيحصلوا على 70% من دعم الطاقة، وأعتقد ده يمكن نسبة كبيرة جدا الآن بدأ تصليحه بشكل كبير. نجحت أيضا مصر في تحرير سعر الصرف، ودي كانت خطوة كبيرة جدا وخطوة هامة جدا في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر، وأيضا في إصلاح السياسة المصرفية في مصر، ويعني الوصول إلى القيمة الحقيقية للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى. وبحسب الصندوق فإن معدل النمو الاقتصادي واصل تحسنه منذ بداية الإصلاحات، وأضاف أن ميزانية السنة المالية 2018-2019 حققت فائضا أوليا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، وانخفض معدل البطالة إلى حوالي 8%، وهو أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما. صندوق النقد الدولي أن يضع برنامج آخر بالاتفاق مع الحكومة المصرية كاستشاري من أجل استمرار عملية الإصلاح، بما يؤكد أن البرنامج حقق أهدافه كثيرا. أيضا أصبح هناك سعر واحد لسعر عالمي للمحروقات المصرية، والدعم الذي كانت تدفعه الدولة إلى هذه المحروقات سيعود على محدود الدخل من أجل بناء مجتمع صحي متكامل. وقد ساهم هذا الإصلاح بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة التي حددها البرنامج الاقتصادي، بجانب إصلاحات زيادة الموارد وترشيد الإنفاق الجاري، كما ساهمت تلك الإصلاحات المالية على خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين تساعد الفئات الأكثر احتياجا. ندى إبراهيم، النيل. أعلنت وزارة المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها اعتبارا من اليوم وحتى نهاية أغسطس المقبل. ويشمل سعر الدولار الجمركي 16 جنيها لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابقة الموافقة عليها والقوائم المضافة إليها بتاريخ 27 من يوليو الماضي، والتي ستخضع لسعر الدولار الجمركي المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي يوم 31 من يوليو الماضي، والذي يبلغ 16 جنيها و621 قرشا. أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن انطلاق خدمات مركز الاتصالات المتكامل اليوم لتغطي جميع خدمات ضرائب الدخل والقيمة المضافة
بالإضافة إلى الإقرارات من خلال مركز موحد ورقم واحد هو 16395. وسيقدم مركز الاتصالات قنوات اتصال أخرى متعددة بالإضافة للاتصالات الهاتفية مثل خدمات البريد الإلكتروني وخدمات الرسائل القصيرة وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي. وسيعمل مركز الاتصالات بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية القياسية، وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين المسجلين وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية. نتحول إلى أداء البورصة المصرية، والتي ارتفعت مؤشراتها خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، وذلك وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والمصريين، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب. وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 715 مليار و50 مليون جنيه بعد إجمالي تداولات بلغت نحو 787 مليون و400 ألف جنيه. وقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 33%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 13%، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 38%. نهاية وقفتنا الاقتصادية في بانوراما النيل، ولكن بانوراما النيل مستمرة مع حضراتكم مع زملاء منى وأحمد. إليكم. شكرا ميرفت. يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة اليوم عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية. كانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين بعد أيام فقط من إطلاق صاروخين آخرين قصيري المدى بهدف الضغط على الجنوب والولايات المتحدة الأمريكية لوقف المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين المقرر إجراؤها في الشهر الحالي. عودة للشأن المحلي، حيث شهد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حفل ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية بمقر الهيئة للأئمة بمقر الهيئة. وخلال الحفل أعرب السيد زين عن تفاؤله بأن هذه المجموعة المتميزة من الأئمة سوف تسهم بشكل فعال في تجديد الخطاب الديني وتوجيه رسالة إعلامية تعبر عن سماحة ووسطية الدين الإسلامي. 15 خطيبا وإماما تابعين لوزارة الأوقاف اختتموا الدورة التدريبية الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للأئمة التي نظمتها الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع وزارة الأوقاف تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتثقيف العلماء والدعاة لصقل مهاراتهم وتأهيلهم إذاعيا وتلفزيونيا لمخاطبة الرأي العام. في طريقة الإلقاء، في طريقة نبرات الصوت، في طريقة التعامل مع الكاميرا والتعامل مع الميكروفون في الإذاعة، اتعلمنا كيف يكون الاستهلال، كيف يكون الختام، اتعلمنا ازاي نتكلم أو نخاطب الناس من خلف الكاميرات دون أن نرى الجمهور. كانت بمثابة نقلة نوعية للأئمة، وهي أن ينتقلوا بحديثهم أو أن ينتقلوا من منابرهم الأصلية، من هذا المنبر الأصلي، إلى منابر عدة لكي يخاطبوا شريحة أكثر من الناس ويستطيعوا أن يتعاملوا مع القنوات الفضائية ومع وسائل التواصل الاجتماعي. مرونة توصيل المعلومة وكيفية تخير المعلومة واختيار ما يناسب الناس، فليس كل ما يعلم يقال. الدورة التدريبية الأولى استهدفت كذلك تعزيز دور الأئمة في خدمة المجتمع من خلال إكسابهم الأدوات الإعلامية الحديثة بما يمكنهم من التواصل مع الجمهور بوسطية الدين الإسلامي. كيفية التخاطب مع الآخر بلغة سهلة وبسيطة، بلغة قريبة من الناس، بأسلوب أيضا يستطيع الشخص العادي أن يستوعبه وأن يفهمه، وفي نفس الوقت أن يكون هناك ليونة وطراوة في الحديث، وفي نفس الوقت أن يكون هناك تقارب من خلال أرقام وإحصاءات ومن خلال دراسات جديدة، حتى تكون هناك لغة معاصرة تجمع ما بين الأرقام والدراسات والإحصاءات والاستشهادات الدينية من أحاديث وآيات قرآنية. أسس سليمة تبنتها الدورة الإعلامية لبناء الأئمة الذين يتواصلون مع المجتمع عبر المنابر الإعلامية لتزويدهم بمهارات التحدث وصقل مهاراتهم الإعلامية ليسهموا وبحق في بناء مجتمع سليم. خالد ياسين،
التلفزيون المصري. وختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. في ختام فعاليات مؤتمر الشباب، السيسي يصدر عددا من التوصيات من بينها تشكيل مجموعة عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة. مدبولي يرأس اليوم اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات المهمة. وعشرات القتلى والجرحى في هجومين للحوثيين على مراكز للشرطة اليمنية بمدينة عدن. إلى هنا نصل إلى ختام بانوراما 12. شكرا لكم وإلى اللقاء.